أن تتخلص من رغبة في ثناء الناس عليك، تتخلص من التعلق بالمدح أو الثناء أو صورتك أمام الناس، صورتك أمام نفسك، تخلص من التعلق بأي كلمة قيلت لك، تخلص من أي ماديات إضافية تريدها لحياتك، فقط تعيش هذه اللحظة، ليست من أجل الناس، ليست من أجل نتائج تأتي في المستقبل، فقط لأن من حقك أن تستمتع وتتخلص من الهموم ومن أي أوهام أتتك من غير أي داعي. هناك ثمان أمور تسمى eight worldly dharmas of Buddhism, of Buddha. ثمان مصائد دنيوية عند بوذا. ثمان أمور متضادات، أربعة نرغب في الحصول عليها ونميل إلى التعلق بها، وأربعة نكرهها ونحاول تجنبها. بين and بلجر، الألم والمتعة، disgrace and fame، تقليل من الشأن والشهرة، lose and gain، الفوز والخسارة، praise and blame، ثناء واللوم. نأخذ أمثلة على واحدة واحدة. الألم والمتعة، الألم والمتعة تكلم عن فرويد السابق، تكلم عنه من قبل الفارابي. تجد أغلب كثير من الخبراء عن النفس يتكلمون عن مبدأ أن الإنسان تحدد حياته مبدأ المتعة والألم، وهذا يعني أمر طبيعي. نحن لا ننتقد هذه الأمور الثمانية، لكن ننتقد من نتعلق فيها وأن نهول منها ونصبغ حياتنا بناء عليها، وتكون حياتنا عبارة عن ردات فعل. مثلا المتعة والألم حينما تكون مرتبط فقط بأنك تريد كل ما هو مبتع وتخلص عن كل ما هو مؤلم، ربما بعد ربما تدمر نفسك. أن كثير من الأمور التي في بدايتها مؤلم تكون نهايتها من لم تكن لها نهاية بداية محرقة لم تكن لها نهاية مشرقة. كثير من الأمور في ظاهرها مؤلم لكن في قلبها ونهايتها ممتع. إن كنت والله مثلا دائما تريد أن تمتع نفسك، مثلا تريد قهوة، بعد قليل قهوة، بعد قليل سكريات، فكيف ستصطبغ حياتك وكيف سيكون مصيرك ومعالك؟ نفس الشيء الألم، كنت تعمل على تجنب الألم، الألم أكبر معلم كما يقول الخبراء، ولولا الألم لم نتعلم. ننتقل إلى شيء ثاني وهو shame and blame، الشهرة و
اللوم أو الذنب. دمعة مثلا تخاف لوم الناس، فاللوم يأتي ويذهب. صدقني يعني الناس ما يحركها هو ردة فعل الحاضر، الآن يرضون عنك، غدا يسخطون عليك، الآن يمدحونك، غدا يذمونك، وهكذا. كنت أشاهد فيديو حق يوتيوبر شهير اسمه خوسي، يقول انه لم يحصل من الشهرة على شيء، وحصل على سعادة من خلال احتكافه مع رهبان يمارسون التأمل في الجبل اكثر من متعته من شهرة 4 ملايين مشترك في قناته. ووجد السعادة في 5 صلوات في اليوم وثلاث مرات تأمل في اليوم أكثر من متعة الشهرة. الشهرة وهم، وثناء الناس، نحن نتعلق جدا بثناء الناس علينا، وكأن هذا الشيء كأن الناس نبضتهم لنا موضوعية، أو أن ثناءهم لنا سيدوم، أو ما ذمهم لنا سيدوم أو سيغير في الأمر شيئا. نعم، نحن لا نقول أن مثلا أنت يعني لا تسعى إلى السمعة الحسنة، نعم شيء طبيعي، لكن لا تتعلق بالموضوع. يعني مثلا أنا أقول لك كمثال، عندك مثلا كثير، مثلا عندك مثلا هتلر في السابق كان جندي مغمور، ثم أصبح شخص مذموم، ثم أصبح شخص ممدوح. حينما قبل أن يحكم كان شخص مذموم، بعد أن حكم صار شخص ممدوح، بعد أن توفى صار شخص مذموم. كثير من الرؤساء نفس الموضوع، بين ليلة وضحاها من أكبر مبجل بالدولة إلى أكبر مجرم بالدولة بين ليلة وضحاها. يعني ما الذي يحرك الناس وما شأن الناس بهذا الموضوع؟ أنت إذا تعلقت بهذا الموضوع فستبني حياتك على وهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة مطارد مضطهد، وكان مطلوب للقتل حينما غادر المدينة، ثم بعد 10 سنوات أو نحو ذلك أصبح أكثر شخص مبجل في مكة، كان أكثر شخص مطلوب ومذموم، كان يسمونه مذمم المشركين والصحبة، أصبح بعد ذلك أكثر شخص مبجل في. إذن كيف انتقلت نظرة الناس من مذمة إلى من أكبر مذمة إلى أكبر مدح، ومن أكبر حقد وتقليل من شأن إلى أكبر تبجيل وتقديس؟ لأن أساسا الشهرة، نبرة الناس، رأيهم وهم، يتقلب ويتغير بين ليلة وضحاها، وليست له أهمية كبيرة. نعم، الأفضل أن تكون سمعتك طيبة، لكن إن لم تكن فليس الأمر بذي أهمية كبيرة، لأن الناس أراها تتغير. الفوز والخسارة نفس الشيء، سواء في تجارة مع أشخاص، نحن نحب الفوز ونكره الخسارة، لكن كلاهما وهم. أنت ستستمر في الفوز والخسارة مع الناس، مع المال، مع كل شيء. في الإدمان ستتكس، ستربح، ستنجح، لكن ليس هو هذا المهم.
المهم هو رحلة، رحلتك في الحياة، هل هي أنت تبذل كل ما في وسعك؟ هذا هو المهم. سواء ربحت أم خسرت، هذه أمور متغيرة. يعني إن كان هناك ربح فلا بد أن تكون هناك خسارة، كانت هناك خسارة فلا بد أن يكون هناك ربح. لم يكن ال- 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 الناجحون نسبة الفشل عندهم أكثر من الفوز، لكن لماذا إذن يسمون ناجحون إذا الناس كانت نسبة الفشل عندهم أكثر من الفوز؟ لأنهم يحاولون كثيرا، فنسبة الفوز عندهم أكثر من نسبة الفوز، أي عدد مرات الفوز عندهم أكثر من عدد مرات الفوز عند الشخص العادي. لأن الشخص العادي إذا قلنا مثلا أنه حاول، يعني قلنا أن الشخص العادي حاول 5 مرات نجح مرة، أما الشخص الناجح حاول 100 مرة خسر 70 مرة نجح 30 مرة. إذن الشخص العادي عنده نجاح مرة، هو عنده نجاح 30 مرة، وما يحتسب في الميدان هو النجاحات، الفشل يذهب وتنسى الناس. إذن الفوز والخسارة وما إلى ذلك هذه أمور متغيرة ولا يمكن الاعتماد عليها. ما الذي بقى؟ قلنا lose and gain, disgrace and fame, grace and blame. إيه هذه مشابهة، مثلا الشهرة أو مثلا الثناء، ثناء الناس. أيضا الصورة، صورتك، هذا كله مشتق من كلام ديما شيدرين ومن التعاليم البوذية الفلسفية فقط التي تتفق مع تعاليم ديننا. يعني الشافعي كما قال طب نفسا إذا حكم القضاء، ها شنو؟ لا ولا تجع لحديث الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، إذا ما كنت ذا قلب سليم قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بأس عليك ولا شقاء. يعني إن سواء كل من البؤس والسرور وما إلى ذلك، كل هذه أمور متغيرة، فلما تتعلق فيها؟ لا تتعلق بماذا؟ لا تتعلق بأي شيء، لا تتعلق بأي شيء، اجعل تعلقك بالله، ما افعل كل ما في وسعك فقط. بهذا الأمر ستغدو مرتاح البال، ولا تتعلق بصورتك الذاتية أيضا ليست لها أي أهمية أمام الناس أو أمامك. ما يهم هو فعلا ما تفعله الآن، وما تبذلك كل ما في وسعك. ما أدري الوقت الآن كم، أريد أن أكمل بهذه المواضيع في القسم الثاني. أتمنى أنكم استمتعتم واستفدتم. محبكم محمد قطان، أتمنى أن تكون على ثبات. الفيديو الجزء الثاني من الفيديو الآن وفي أمان الله.